اي بس عندك. شكرا. تفضل. شكرا. عامل ايه؟ انت لسه واصل من السفر؟ ازيك كوثر؟ الحمد لله. كان عندي قضيه في اسوان. يا بختك يا عم. ازيك يا دلال؟ ازيك انت يا سامي؟ انا الحمد لله. ايه شكلكم نازلين من عندنا؟ يعني احنا لينا حد ساكن هنا غيركم؟ لا اهلا وسهلا طبعا. طب ايه بقى، انا ماليش حظ ان انا اقعد معاكم شويه ولا ايه؟ بلاش المره دي، خليها مره تانية. اكيد انت لسه راجع من السفر وتعبان عايز تستريح. بس انا لازم اشوفكم تاني. ها اكيد اكيد. طيب عن اذن. اتفضلي. يلا. مالك يا دودو، في ايه؟ انا حاسه ان في حاجه وانتي مخبيها مش عايزه تقوليها. والله ما عارفه يا كوثر، دماغي هتنفجر. طب ايه رايك نروح نقعد في كافيه نشرب لنا فنجانين قهوه كده حلوين، تفتحي لي قلبك زي زمان وتحكي لي انتي مالك؟ ده انا كوثر وانتي نسيتيني ولا ايه؟ ده انا بنت جدعه قوي وعجبك، اوعي يكون الغربه نسيتك كوثر. لا ما نسيتش. يلا بينا. يلا. في كافيه هنا لطيف قوي. شكلها حته مقطوعه ولا في كافيه ولا بتاع. لا بعد العماره يمين كده هتلاقي الكافيه. الحمد لله على السلامه يا سمسم، وحشتني جدا. انت وحشتني جدا يا بنت. مش كده، اخوكي جاي تعبان من السفر. يا ماما سيبيها. وحشتني يا حبيبي. وانت كمان يا ماما. تعالى قولي بقى عملت ايه؟ تعالى يا بط. احكي لي يا حبيبي عملت ايه؟ انت ازيك الاول؟ الحمد لله يا حبيبي. وحشتوني جدا. وانت اكتر يا عيني. عامله ايه يا بنت يا بط؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. شفتي مين اللي جانا النهارده؟ دلال بنت طنط كريمه، وكمان كانت معاها كوثر. ما انا شفتهم تحت. هو كان في حاجه ماما ولا ايه؟ ابدا، دلال قال ايه جايه تشوفنا. سبحان مغير الاحوال. انما ايه، دلال دي بقت مزايه مزايه يعني. هي طول عمرها حلوه. نعم، هي بس اللي حلوه يعني؟ طب ما انا كمان حلوه زي القمر. هو انت في جمالك يا بنت يا بطه؟ بقول لك ايه؟ انا هغير هدومي. تكوني عملتي بقى ايه الفنجان الحلو اللي انت بتعمليه دايما؟ ها عيوني. يلا يا حبيبي الحمد لله على سلامتك. نعملي القهوه لاخوك. يلا يا رب ما يحرمكم من بعض ابدا يا ولادي، ويحنن قلوبكم على بعض دايما يا رب. خدي وقتك يا دلال، المحب صبور وانا مستعدة استناك العمر كله. بس لو افهم بس انت ليه مش موافقة. سامي ما تخلينيش احس بالذنب، انت زي اخويا وهتفضل كده. ارجوك ما تخلينيش اخسرك. ايوه يا احمد، طب شوفوا بقى هتعملوا ايه، ولا هتدوروا فين؟ روح على خالتك في بورسعيد ولا معرفش بقى. واضح كده ان القاهره خلاص قفلت. والله ما عارف. كلم انت جلال وبلغوني. انت عارف انا مش هقدر اتحرك ولا اروح في اي حته عشان الولاد. ماشي، سلام.
دي حاجة غريبة قوي يا دلال. يا غريبة بعقل يا حبيبتي. يا طنط كريمة قلبي معاك يا حبيبتي. كتر خيرك يا كوثر. بقولك يا كوثر والنبي ما تقولي لطنط أي حاجة لحد ما نطمن، مش عايزين أي شوشرة. لا طبعا أكيد مش هجيب سيرة لأي حد، بس أنا عايزة أساعدكم. والله وإحنا بنتشعلق في أي مساعدة، بس هتعملي إيه يعني؟ مش عارفة، بس أديني كويس عرفت. هركز بقى إن أي حاجة أعرفها هطقص يمين شمال هنا هنا، أي حاجة هعرفها هاجي أقولك على طول. كتر ألف خيرك. هي طنط فتحية لسه شايلة مني ومن ماما؟ بصي هي المشكلة مش في طنط فتحية، المشكلة في سامي. سامي؟ آه صح، أنا نسيت إنك حرف. لا إحنا كلنا عارفين، بس أنا في حاجة عايزاكي برضو تبقي عارفاها يا كوثر، إن ماما ملهاش أي ذنب في ده. أنا عارفة، مامتي دايما بتقول الجواز اسمه ونصيب. طيب يا مجدية لو حصل أي جديد بلغيني وما تنزلش وتسيبي البيت. طب يلا سلام. ما روحتش؟ أنت متأكدة إن هي؟ أيوة يا جلال هي، أنا شفتها من الشباك. هي تهيألي. تهيألك؟ لا انت متأكدة ولا بتهيألك؟ لا يا جليل هي انا متأكدة. انا صحيح بقى لي فترة مشفتهاش، بس انا مش هتوه عنها، انا متأكدة ان هي. استاذة فريال، استاذ محمد منتظرك. شكرا جليل. ممكن تدخل معايا؟ ممكن تدخل معايا ده المحامي من فضلك.